انا مش فاهم ازاي برضه يا مستر اكرم، انا مش عارف ليه حضرتك بتعمل كده، ولا ده يتسمى ايه بالظبط؟ اسمه جواز على سنة الله ورسوله. جواز ايه اللي بيجي بالشكل ده؟ ما تاخذنيش يعني يا مستر اكرم، بس دي مش اكله جديده هاخدك تجربها، ولا شويه عيالها لمهم لحضرتك علشان تلعب معاهم كوره. عبله دي بنت خالتي وفي مقام اختي. وانا بقول لك انا عايز اتجوزها. هو انا قلت لك عرفني عليها؟ انا عايز اتجوز عبله عقد رسمي شرعي. انت بتعمل كده ليه؟ عشان حضرتك اكيد عارف ان الجواز مش مأذون وعقد وخلاص. انت فاهمني يا مستر اكرم؟ عارف. وانا كل اللي اعرفه ان حضرتك اكلت عندها اكل لما كنت زهقان من قعده الفندق. امتى بقى عرفتها وامتى حبيت انها تبقى مراتك اساسا؟ انا متهيألي حضرتك تاخرت على الشغل. ها قلتي ايه؟ انجزي بقى، دي حفله سته يعني، ما تحوريش. انت عارف امي هتعمل لي موال وانا مش قادره للحاجات دي. طيب بص يا ستي، احنا هنروح المحل واشحن لك وتكلميها. لا معلش انا عايزاك بس تنزلني على اول الشارع. في ايه يا بنتي؟ ما انا كده كده رايح المحل. ماشي نزلني على اول الشارع وانت شوف طريقك وانا اشوف طريقي. ايه ده؟ لو رايحه مشوار هوصلك برضه. ما خلاص يا تريكه، هتوصلني على الشارع ولا اروح انا؟ لو رايحه البيت انا كده كده رايح ناحيه المحل وهوصلك، ولو رايحه مشوار برضه هوصلك. في ايه بقى؟ ما هو انا بقى مش عايزه اروح عند المحل. ده ليه بقى ان شاء الله؟ اهو كده وخلاص. كده وخلاص؟ في ايه يا مروه؟ ما تيجي معايا على السكه. ماله المحل؟ انا لا عايزه اشوف سوني ولا سوني يشوف. وايه اللي دخل سوني في الحوار؟ اهو دخل. هو ضايق بكلمه؟ ليه وانا في ما بيني وما بينه كلام ان شاء الله؟ ايه ده؟ ما تجيبي من الاخر يا بنتي. ماشي هجيب لك من الاخر. سوني صاحبك بيبص عليا بصات وسخه. بصات وسخه؟ اه بصات وسخه. انا بقى قلت اشيل ده من ده يرتاح ده عنده. اللي هو ازاي يعني؟ ازاي؟ بيبص. هو البص ده فيه ازاي؟ اه فيه ازاي؟ سوني بيبصبص لك؟ امال انا اللي بلاقح جتتي عليه؟ ايه ده يا بنتي؟ هو انت فاهمه انت بتقولي ايه؟ اه انا فاهمه بقول ايه، بس شكلك انت اللي مش عايز تفهم. انا لو كنت هتكلم ولا هقول حاجه، قلت لك وصلني على اول الشارع، انت اللي مصمم تعرف بقى في ايه. اه ودي حاجه هتسكت عليها؟ اه يعني هو بيبص بس ما مدش ايده ولا حاجه. اه وانا هستنى لما يمد. انت رايح فين؟ يا تريكه بكام ده؟ بكام ده؟ 25 قبل. شكرا. الو ايوه انسه دقه. خير يا استاذ سوني؟ حصل حاجه جديده؟ كل خير ان شاء الله، كل خير. انا بس كنت عايز اطمن عليكي، لا يكون الراجل الوسخ دوت عمل معاكي حاجه تاني ولا بتاع. لا ما حصلش حاجه. طب الحمد لله الحمد لله. كنت بقول بس لو ينفع اشوفك علشان تبقي متابعه بس معانا اللي بيحصل الجديد في الموضوع. انا اسفه يا استاذ سوني، والله مش هينفع عشان انا مسافره لاهلي اسبوع، هزورهم وكده في اسماعيليه. لا لا تمام تمام طبعا، مفيش مشاكل مفيش مشاكل، تروحي وتيجي بالسلامة إن شاء الله. شكرا. أنا بس مضطر أقفل دلوقتي عشان أنا في الشغل وكده. آه طبعا طبعا. لا معلش. حقك عليا معلش، أنا آسف. لا عادي. مالكم المرو؟ في انت راخر على الصبح؟ مالك ومالها يا عم؟ اخلص. ايه لا يا صغيره، هي هبت منك ولا ايه؟ لا ما هي بتهب عليك انت لوحدك. بقول لك ايه، لحد ما اروح اتفرمل. شش ايه يا تريكه، في ايه؟ الناس هتتفرج، ده محل اكل عيش. لا وانت مراعي اكل العيش قوي. مروه مش عاجباك وبتلسن عليها في الرايحه والجايه وقلنا معلش، لكن توصل انك تبص لها بصه النسوان الشمال دي؟ لا يا سوني خلاص بخت سمها فيك. ما تحورش يا سوني.
بص يا حبيب قلبي، الكلام اللي انت بتقوله ده كله ها ما يخشش في ذمتي التلاته تعريفه. هاتها كده اهو من بيتها هنا اهو قدامي وعيني في عينها وخليها تقول الكلام ده. يا بقف يا حمار، انا اخوك الكبير وخايف عليك وما يرضنيش ان واحده شمال تسكك على قفاك. لو جبت سيرك مره تانيه هقطع لك لسانك يا سوني، فاهم؟ انت بتتكلم على واحده في حكم مراتي. انا مش فاهم انت ازاي بتعمل كده معايا. انا شكل دماغك ساحب من كتر النسوان الشمال اللي بتمشي معاها. انا هموت واعرف، هموت واعرف البت دي عامله لك ايه؟ سحرها لك يالا؟ عامله لك عمل؟ انا مش عايز ازعلك باللي معايا. بقول لك ايه؟ انا غلطان ان انا جيت اتكلمت معاك راجل لراجل. والنهارده 20% خصم. ميرسي. تو انت كويسه؟ اه كويسه. الو ازيك يا طه؟ انا تمام الحمد لله. لا شكلك مش تمام خالص، وحصل حاجه؟ لا خالص، ده انا لسه مخلص شغل وكنت مروح. حصل حاجه جديده حاول يكلمك تاني؟ لا الحمد لله، انا بس كنت مسافره لاهلي في اسماعيليه وقلت اشوفك لو محتاجني في حاجه او كده. هو انت هتتأخري هناك؟ اه يعني اسبوع كده. طيب تيجي بالسلامة ان شاء الله. الله يسلمك. يعني اسافر وانا مطمنة؟ اه اطمني، انا شغال على الموضوع. كنت بفكر ان انا ادخل على الفيسبوك بتاع الواد اللي اسمه ايمن ده، يعني اشوف هو وصل ازاي لابن الكلب اللي بيضايق ده. هو لسه عندك مش كده؟ ايوه، مش قصدي يعني عارفاه، يعني موجود. هو كان عمالي بلوك من زمان، بس ممكن ندخل من عند الاكونت بتاعها دي. طب هو انت فين؟ انا لسه مخلصه شغل. طيب كويس قوي، ده انت تقريبا جنبي، يعني نص ساعه بالكتير وابقى عندك. خلاص ماشي تمام، مع السلامه. ماشي يا مروه. ما بترديش ليه؟ طب انزل عشان عايزك. امال فين؟ مشوار؟ انت مش قلت لي انك مروحه؟ طب اخلصي، انت فين؟ طب خليك انا جاي لك. كنت فين وما روحتش ليه؟ كنت عند عمين. ده فجأة كده؟ وانا من امتى شغلي ليه مواعيد؟ ماشي. ايه ده؟ سوني طبعا، صح؟ ما تنجزي يا مروه ما تحوريش. وحور ليه؟ صاحبك هو اللي عمال يلف ويدور حوالين نفسه بعد اللي حصل ومش لاقي حاجه يقولها. طب ما الحاجه قدامك اهي. لا يا حبيبي، دي اسمها حجه البليد. بلاش حاجه يعملها بعد اللي حصل، فقال لي ابعت لك شويه الرسائل الهبله دي. ولو جيت وقفت دلوقتي عيل عيل صغير في الشارع وسالته كده وشاهدناه هيقول لك ان انا تمام، ده شغلي يا حبيبي. هو ده كلام شغل؟ شغل. وانت من امتى اصلا بتفهم في الشغل اذا كنت انت ولا صاحبي؟ يعني لما عميل يقول لي مندوبه تعليلي على طول بفساتين، الرجلين دي ما تتدرسش في البنطلون، ده عادي؟ وانا يعني كنت رديت؟ انا بعت له اسمها الفيس عادي، وراجل مهم زي ده بيجيب اعلانات للجورنال ما ينفعش يجي يطق حنكه معايا بكلمتين اكشم له فطرت. هو ده لو طق حنك كنت قطمت معاه في الكلام. بقول لك ايه يا تريكه، انا ما بعملش حاجه غلط والسوق كله ماشي على كده. يا حبيبي انا مش شغاله على عربيه كبده، انا صحفيه. ايه؟ صحفيه؟ انت صدقت نفسك يا بت انت ولا ايه؟ انت عايز ايه دلوقتي؟ عايز ايه؟ عايزك تحطي عقلك في راسك عشان الكلام ده ما ينفعش معايا. يعني ايه؟ يعني لو عايزه اللي بينا ده يكمل ده خط الاحمر. وانا بقى خطي الاحمر ان ما ينفعش حد يبص لي بصه زي دي ولا يشك فيا. يا بت، يا بت انا ما بستحملش ان حد يمسك بكلمه. عشان كده سبته يفتش في موبايلي زي ما هو عايز، وما كفاهوش البص عليا في الرايحه والجايه. ولا ما سكتلوش واديته على عينه. ده اساس ان هو دايس على رجلي؟ ما تعملهاش حوار، ما قلت لك حقك الجاي. يا تريكة انا خايفه عليه. واد زي ده ماشي بدماغه والنسوان الشمال ما بيتقطعوش من عنده زي ما انت بتقول. بتسلمه بقى ودنك ليه وانت عارف ان انت غيره؟
المهم دلوقتي مالكيش دعوه بيه خالص. انت فاكرني اصلا هرتب لكم المحل بتاعكم ده تاني؟ ليه وانا صبي في المحل؟ هتيجي ومش هيقدر يرفع عينه في عينك كمان. ها رايحه الشغل ولا جايه معايا؟ انا خلصت الشغل. خدني في سكتك. ماشي. كده. حل. سكن كويس ها؟ لا ده شغل مؤقت يعني. مش عايزه بس ابقى تقيله على هدير. طب وليه مش بتدوري على شغل ثابت؟ اصلا انا شهادتي مش كبيره قوي يعني. كل الشغل زي كده. هو انت خريجه ايه؟ خدمه اجتماعيه. ما شاء الله. طيب وليه ما دورتيش على شغل في الاسماعيليه يعني علشان تبقي جنب اهلك ما تسيبهمش؟ الشغل هناك على قد قوي. وبعدين من ساعه اللي حصل وانا مش عايزه افضل هناك يعني. مش قادرة أبص في عين أبويا وأمي. عمري ما كنت أتخيل إن ممكن أعيش في مكان ما فيهوش بحر. أنا مش عارفة أنتوا هنا عايشين إزاي. لما حد من أهل القاهرة بيبقى متضايق أو مخنوق يعني بيعمل إيه؟ بيروح فين؟ بيروح يتمشى على النيل. عارف أكتر مكان كان نفسي أعيش فيه لو سبت إسماعيلية إيه؟ إيه؟ بورفؤاد. ياه. بحبها قوي. وانت بقى مبسوط في شغلك؟ اه الحمد لله. الناس اللي شغال معاهم كويسين قوي وانا مرتاح معاهم الحمد لله. شكلهم اغنياء قوي. باين من العربية اللي انت كنت راكبها. يعني اغنى مني بشوية. ونور بقى بنتك الوحيدة ولا عندها اخوات؟ لا نور مش بنتي انا مش متجوز. نور مش بنتك؟ لا هي بنت واحد صاحبي. يعني عبله مش مراتك؟ اصل انا افتكرتك اتجوزت مرتين، مره مامه نور ومره عبله. لا هي نور كانت معايا من وهي عندها 3 سنين. انا اللي كنت بربيها ومسؤول عنها. بس بعد ما عبلة اتطلقت الحمد لله. مش قصدي يعني بعد ما عبلة اتطلقت يعني طلقها جيب مصلحة عشان رجعت قعدت في شقة أبوها الله يرحمه اللي هي قدامنا وبدأت تساعدني في تربيتها الحمد لله. بس هي مش بنتي. عشان كده نور قالت لي إن مامتها الله يرحمها. ده واضح إن نور كلت دماغك وحكت لك عن العيلة بقى واحد واحد. لو سمحت ما تتدخلش بيني وبين نور، احنا اصحاب. ماشي. انت طيب قوي يا سمير. الله يحفظك. قصدي يعني ان مفيش حد بيعمل انت اللي حضرتك بتعمله يعني. حلوه حضرتي دي. طب قولي لي بقى يا استاذه تقى، هي اختك اللي هتتقري فتحتها بكره دي هي الكبيره؟ لا ما هي دي الصغيره في اخر سنه في المعهد. أنا الكبيرة. في عمر كمان في ثانوية عامة. إن شاء الله ربنا يخليهم. شكرا. طب أنت هتسافري بكرة الساعة كام؟ لسه ما حجزتش بس هروح بكرة بدري إن شاء الله ألحق أول أتوبيس طالع. لا أنت كده ممكن ما تلاقيش تذاكر، أنا رأيي إن إحنا نروح دلوقتي نحجز تذكرة وبعدين أوصلك. لا مفيش داعي أنا هروح بكرة. لا في داعي. يلا. ماشي. لو سمحت ممكن حساب؟ ما تنسيش بقى تخلي هدير تبعت لي سكرين شوت من الفيسبوك بتاع ايمن. اه حاضر اول ما تيجي هقولها. مش عايز حاجه من اسماعيليه؟ اه لا شكرا تيجي بالسلامه ان شاء الله. الله يسلمك. التذكره معاكي؟ اه معايا. طيب خلي بالك من نفسك. ماشي مع السلامه. Thank you.
اهو جه يا عم اهو. قول له النبي اتريك ان العدة لسه فيها شغل عشان مش مصدقني. لا مؤاخذة درش عندي دي. عدي عليها بكرة العصرية وتستلم ان شاء الله. ماشي يا عم تريكة، ليلكوا عسل. محلك يا درش انت عارف. من الليلة دي ماليش قعد معاك في المحل. متفقين يا اسطى؟ وكل اللي بعتهولك ما فرقش معاك؟ لا فرق طبعا، خلاني افهمك اكتر برضه. اديت لها ودانك. هو انت ايه؟ انت ايه يالا؟ مش مكفيك كل النسوان اللي عملت هاك في موبايلاتهم؟ بتهاك موبايل خطيبتي انا؟ انا عملت كده عشان خايف عليك، عشان انا اللي مربيك. وقلت لك قبل كده 100 مره يا تريكا، البت دي ما تنفعكش. اه بس شكلها تنفعك انت. تنفعني؟ لا يا تريكا ما تنفعنيش. انا لو نفسي في البت دي من زمان كنت خدت منها كل اللي انا عايزه، وبرضه ما كنتش هتعرف. وعلمون بشوقك يا عم. اقسم بالله يا سوني اللي حيشني عنك سنين العشره اللي ما بيننا، غير كده ما كنتش هتكلم ببقي. من بكره ما اشوفش وشك في المحل طول ما انا موجود فيه. يعني انت تنزل يوم وانا يوم، يعني اجي الصبح ما الاقكش انت في المحل. كده عربيه الاستاذ سمير وصلت ولا لسه؟ انا لسه باصص عليها ست الكل، ركنته فاضيه ما جاش والله. شوف بس. ماشي. وصل ست عربي. يبقى قفل انت بقى المحل. حاضر. لا هم هيقفلوا. ازيك يا عبله يا بنتي؟ ان شاء الله تسلم وتعيش. عاملين ايه؟ الحمد لله. المسلسل خلص، مش كنت تيجي بدري شويه؟ معلش بقى الشغل، هنعمل ايه؟ ايه بقى بتذاكري ايه؟ مش عارفه بالظبط، هو يا عربي يا حساب يعني. في حاجه اسمها كده. هو سمير مش هنا؟ لا هنا في اوضته بيغير. طب انا هعمل شاي، اعمل لك حاجه؟ اه يا ريت تعملي لي ينسون معاكي. ماشي. انا عاوزه شاي بلبن، هاجي اعمله معاكي. ارجعي كملي مذاكرتك يا نور. ازيك يا عبل؟ ازيك يا سمير؟ الحمد لله. تشرب حاجه معايا؟ انا هاجي معاكي. قابلت الأستاذ أكرم؟ ما أنا بقابله كل يوم. قال لك حاجة؟ أنت موافقة قابلة؟ لو أنتوا موافقين. ادخلي ذاكري جوه يا نور. لا انا قاعده بذاكر هنا، وكمان عايزه اقعد مع ابله بلبل. نور اسمعي الكلام يلا. يابا معلش يا حبيبتي، هبقى اجيلك مخصوص. هو في ايه؟ انتوا مالكم؟
موضوع يخص عبله عايز اكلمك فيه. مستر رقم عاوز يجي قبلك. يا سيدي شرف. بس ايه علاقة الأستاذ أكرم بعبلة؟ أكرم عاوز يتجوز عبلة يا حاج. ليه؟ هو مش متجوز؟ متجوز وعنده بنت كمان. أمال عايز يتجوز ليه؟ هياخدها على ضرة ولا هيطلق مراته؟ ما افتكرش هيطلق مراته لأنه بيحبها على ما أظن يعني. وانت شايفة ايه يا عبلة؟ اللي تشوفوه انتوا يا عم جمال. انت اتكلمتي معاه؟ اه هو كان جاني واتكلم معايا. يعني هو كان جاي هنا بقى يدور على عروسة؟ الظاهر كده يا حاج. طيب انا تعبانة وعايزة انام. تتمسوا بالخير. انت من اهل الخير. الراجل ده كويس يا سمير يا ابني. والله يا حاج انا بقالي 3 سنين شغال معاه. الراجل محترم وزي الفل. ايوه يعني في مشاكل بينه وبين مراته؟ شكله كده عنده مشاكل مع مراته اليومين دول عشان ساب البيت وقعد في فندق، واكيد طبعا مش هيقول لها. وانت رايك ايه؟ انت اللي دخلته بيتنا وعرفته علينا، انت موافق؟ والله مش عارف يا حاج، بس عبلة شكلها موافق وهو كمان مصر وعاوز يحدد ميعاد ويجي يقابلنا. ايوه ايه اللي مخليه مستعجل قوي كده على الجواز؟ انت مستعجل تتجوز مين يا سمير؟ انا قلت لك 100 مره تبطلي العاده دي ولا لا؟ واقفة ورامية ودني ليه؟ أقص لك ودنك دي؟ أقص لك؟ أنت هتتجوز رحاب؟ نو مش هتجوز رحاب، خش كملي الواجب يلا، خشي. يبقى هتتجوز تقى. مين تقى دي يا سمير؟ يا حاج أنت تاخد على كلام العيلة دي ولا إيه؟ مفيش حاجة. مين تقى دي؟ أنت هتاخد على كلام عيلة؟ الو، ازيك يا عبلة؟ عاملة ايه؟ الحمد لله. في المصمت؟ لا انا روحت خلاص. ايه ده بدري كده؟ شفت سمير طالع قلت اما اطلع ورا كده اشوف ايه اللي حصل. هو حضرتك قلت له ايه؟ قلت له اللي اتفقنا عليه. سمير شكله مش مبسوط. انت حاسه انا مش موافق؟ ما تقلقيش يا عبلة، المهم انت كويسه. كويسه الحمد لله. مش عارفه بقى، هو لسه بيتكلم مع عم جمال لحد دلوقتي؟ واكيد اتفاجئ. اذا كنت انا نفسي اتفاجئت. ما تشغليش بالك بحاجه. هو حضرتك مش هتكلمه تاني؟ يعني تيجي تقعد معاه وتتكلمه وكده؟ لا هكلمه بكره لما اشوفه الصبح احسن. تمام لحضرتك شايف. تصبح على خير.
وانت من اهل الخير. صباح الخير يا مستر. صباح الخير. أنا آسف جدا على التأخير. لا مفيش مشكلة. هي فلاشة الميوزك دي بتاعتك؟ أيوة أنا آسف يا مستر. سيبها سيبها. تسمع إيه؟ تسمع برين؟ ولا بالعيون؟ أي حاجة يا مستر. برين. صباح الخير. صباح النور. لسه واصل. لا الحمد لله الطريق كان حلو. لا بلاش من هنا، بلاش من هنا لو سمحت. بس الطريق من هنا. خلينا من الإمام علي. لفة كبيرة على الفاضي يا أستاذ. يا سيدي معلش امشي زي ما بقولك بس. مش طايقة هدير اشوف الشارع حتى. طب انا هكلمك لما اوصل بقى. ماشي مع السلامة. هو حضرتك هنا من امتى؟ من ساعة ما كلمتك. بقى انا اقول لك عايز اجي بيتكم، ما تردش عليا لغاية دلوقتي. ايه مش عايزني اجي؟ بقول لك ايه يا مستر؟ ما تيجي ناخد مركب في النيل فيها بنات بترقص وناس بتسقف. تاني يا سمير؟ بلاش. ألم لحضرتك العيال ونروح نلعب كورة وبعدين نطلع ناكل أكل حلو، إيه رأيك؟ يا ابني افهم، أنا لو معرفتكمش ما كنتش هعرف إيه اللي ناقصني. تشرب حاجة يا أبو سمرة؟ شكراً يا أبو السيد. متخذنيش أنا يا مستر. بس أنا مش عايز عبلة تتكسر تاني. مش هعرفك. ما هي لازم تجرب، أنت هتعرف إزاي. أنا عارف إن اللي قلتهولك فاجئك. سمير أنا عمري ما فكرت أتجوز تاني، رغم إن أنا عندي كل حاجة. بس انا دايما حاسس ان في حاجه ناقصاني، واللي ناقصني ده لقيته بينكم، لقيته عند عبلة. انا كنت فاكر ان حضرتك فهمتني لما اتكلمنا اخر مره. بس انا اسف يعني يا مستر، واضح ان حضرتك ما فهمتش اي حاجه. ما اظنش ان مدام نايله هتوافق انك تتجوز عبلة صاحبه المصمت بنت خالة سمير السواق. مدام نايله هتعرف منين؟ عجبك يعني الدنيا بتاعتنا دي وعايز تعيش فيها؟ مش هتزهق منها في يوم من الايام؟ لا لا، لو انت واثق فيا مش هتسالني السؤال ده. سمير انا بينكم بكون على راحتي، ما بقعدش احسب كل حاجه. فاكر لما قلت لك انا دايما حاسس ان في حاجه فايتاني؟ انا معاكم عرفت ايه اللي فايتني.
انت تعرفني من كام سنه؟ عمرك شفتني مبسوط زي اليومين دول؟ صح؟ اوعدني تفكر تاني. عبله بتعتبرك زي اخوها ورابطه موافقتها النهائيه بموافقتك انت والحاج جمال.